ما إذا تصادف أن كان الإنسان وقد جمع تميز في هذا الفجاء بمعناه أنهم أشخاص تقطع قلوبهم الحقد والكراهية، فإن الفكر تحدث فتحل به الكوارث من كل حكيم الطرق. في الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الدكتورة في ماموس هذا الصوير التي ابتكرت فكرها في اليوم للصوير الهالي، وترى ما سوف يحدث عند تقارب شخصين يحب بعضهما الآخر. قامت بتقريب أيديهما إلى الجهاز، فكانت النتيجة اندماج إجراءات صادرة عن أيديهما، لكن حينما أجرت نفس اليوم على شخصين يكره بعضهما البعض وجدت تلك الإشعاعات في حالة الإنسان. هذا يفسر انتباه الإنسان عند مقابلة بعض الأشخاص بدون أي سبب وارتياحه من أول لحظة لمقابلة شخص آخر، حيث أن هذا فهذا الشخص مقابل كثمان منتجتين تقارب اتفاق أو التفكير فيحس براحة وانشراح تجاه هذا الشخص ولا يعلم السبب خصوصا وأنه يقابله في أول مرة. كثير من الناس لا ينتبهون إلى أن مثل هذه القدرات تحدث معهم كثيرا، ربما تحدث للبعض في اليوم مرارا وتكرارا، لكن يمنعهم من إدراكهم أنهم لم يزدادوا حسن الاستماع إلى النبضات الحسية التي تأتي مخبرة لهم ومحددة لهم بكثير من الوقائع، بمعنى أنه لا يوجد آلي للتواصل بين الإنسان وبين نفس أعماقه ومن ثم التعرف على هذه الخواطر، لكننا نجد أن هناك علاقة قوية بين القدرات ما فوق الحسية وبين الصفاء والنقاط الروحي، فإنه مثل يحدث وعي النفس الغالي لابد من إصلاح الداخل في الوقت الروحي أو التأمل الذي يوصل إلى مثل هذه القدرات. الاختصار العلمي أثبتت أنه في لحظات المودة تقوم خلايا معينة بالمخ بإخراج مادة غذائية تسمى فينيلإثيلامين. قد ذكر العلماء أن حقنا في دماء الشخص يؤدي إلى نساء الذكوى التي يحيطها تلاقي الأعمى المحيطين أو تلاقي الأيديين، ثم إن هؤلاء العلماء أطلقوا على تلك المادة اسم أعقاء المحبة، وهذه المادة قريبة الشبه من مصطلح الأمفيتامين، ويؤدي تأثيرها إلى الشعور بالأمان والرضا والتفاؤل وكل المشاعر التي تنسابها تنسابنا في